بطولة العالم دي حاجة مش سهلة، كون ان واحد يبقى الاول على العالم دي حاجة اكيد مش سهلة. ايه ملابسات حصولك على المركز الاول ده ومشاركتك في البطولة دي مؤخرا؟ انا كان معايا الاول، بدأت اللي انا اتمرن كده سنة 2020، دي تالت سنة ليا في لعبة الموي تاي. ما حصلت على المركز الاول، معايا 3 بطولات جمهورية اول، وحصلت على بطولة افريقيا للاندية، حصل على المركز الاول فيها، وعسكرت في منتخب مصر مدة، والحمد لله بقى معايا بطولة عالم وحصلت على المركز الأول. جميل. فده كنت هدف كنت حاطه في دماغي وصريت عليه لحد أما الحمد لله ربنا كرمني بيه. حلو جدا. ده ما أثرش على فكرة برضو، لأن يعني كابتن أكيد وليد مش هيفرق بعد دراسة بس في حد تاني في البيت هيفرق، فالبالانس ده أكيد كان مش سهل برضو. والله احنا يعني عشان برضو نبين لك مدى الهدف ان احنا مصممين عليه وصعوبة الخيار بقى ان احنا اتحطين فيه، زكريا كان عنده مادة في الدور الثاني. معلش يعني ما هي على فكرة بتأثر طبيعة الحال بتأثر، فسيبنا المادة يعني. وفضلنا ان احنا نطلع ونحقق هدفنا، ويعني كدراسة لا، انا عندي الرياضة رقم واحد، دراسة رقم اثنين. وطنت انا ووالدته ما ترددتش، هي لا البطولة العالم اولا هي اكيد بتتفرج علينا وموافقين. الرياضه في حياتنا رقم واحد، عندنا هدف عايزين نوصل له من سنين بنشتغل عليه مش من النهارده، فمش هنيجي النهارده لاي سبب من الاسباب ونتخلى عن حلمنا. انا بتفق مع حضرتك، انا بتفق.